يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز خداع الكافر للنجاة منه؟ ومثل على ذلك بمثال، يقول أن يطلب الكافر أن أسجد له، يقول فأسجد ولكن أن أعوذ بالله، أعوذ بالله، لا اترك السؤال هذا، هذا سؤال قبيح. لا يجوز أن تسجد لمخلوق كافر ولا غير كافر، ولا من باب الخداع ولا من باب الجد، ما يجوز هذا. نعم.